السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى في قناة آدم مومتو في فيديو جديد. اليوم وجيت نشارك معكم التقلية ديال العيد الأضحى بالطريقة ديالي. تختلف الطرق والنتيجة واحدة، مهم التقلية، وكل واحد شنو تيسميها، كل تيسميها التقلية، كل تيسميها شكانبة، كل تيسميها الكرشة، كل تيسميها الدوارة. مهم ندوز أنا وياكم الطريقة كيف تنغسلها وطريقة كيف تنطيبها، ونتمنى انها تعجبكم. بعد ما غسلنا يعني الدوارة ديالنا حتى ولات هكا بيضة تتشعل، انا تنغسلها يعني بالماء سخون وخمارة حمراء، تندير شي طاوة ولا شي حاجة كبيرة وندير فيها الماء حتى تيسخن، ماشي حتى تيطيب بزاف، وتندير فيها واحد نص خمارة حمراء وتنضرمي فيها هاد الكرشة ديالي. صافي غير تتحيدي تتقيس هكا تتبعك، يعني الفيديو تمسح لي باش ما وريتكمش الطريقه ديال الغسيل. هنا غسلناها قطعناها المصارن، شوف الطريقه انا اللي تندير لهم، هذه طريقه ديال جداتي الله يرحمها، يعني ولات عندنا عاده، وهاد المصارن تيعجبوني تيجيو بنانين في التقليه. اليوم غادي نوريكم انا الطريقه ديالي ديال التقليه، يعني كل واحد كيف تيطيب التقليه، يعني ماشي هذه الطريقه الصحيحه نقول لكم ولا هذا، يعني كل بلاد والطياب ديالها وكل شخص والطياب ديالو، حنا هي تنتشاركوا. ربما تعجبني الطريقه ديالك او ربما تعجبك انت الطريقه ديالي، والانسان تيبدل، ما تنبقاوش غاديين على واحد الروتين. دابا غادي ندوزو على الطريقه كيفاش غادي نصبها. انا ما غاديش نصب هادشي كثير لان حنا غير ثلاثه ديال الناس، ولدي الصغار ما تياكلش اللحم ابدا، نطيب غير واحد شويه الشهوه وصافي. يلا نبداو على بركه الله. نحطو الكوكوط ديالنا، اول حاجه غادي ندير هذوك المصيرنات، انا درت غير اللي نطيب دابا. صافي تندير ديالي، تنحاول انني ندير من كل شيء فيها. صافي يعني بركات شي راه كافي ومعدي. بالنسبه للتوابل، اول حاجه هي الثومه، انا خديت هنا ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه، يعني ثلاثه ديال دوك السنين فات، وحكيتهم، بغيتي تحكيهم، بغيتي تطحنيهم، بغيتي تقرضيهم، كل واحد وكيف تيدير لهم. نزيد واحد شويه ديال الكمون، هذا كمون بلدي مطحون على اليد. نزيدو شويه ديال الملحه على حسب الذوق، يعني طيب نعدلو الذوق. ندير واحد شويه ديال زريعه القزبر، انا زريعه القزبر راه تنديرها في كلشي، لان يعني ما تتخليش المعده تضرنا خصوصا في القطاني، وما تتخطانيش انا زريعه القزبر على دور العام، ماشي غير دابا. هنا غادي ندير شويه ديال الحار بالنسبه اللي تيعجبو الحار، انا حيت ولدي الصغير ما غاديش ياكل، غادي ندير شويه ديال الحار، والتقليه خاصها تكون حاره. غادي نزيد واحد شويه ديال التحميره، وهنا عندي شويه ديال القزبر اللي مقطع هكا رقيق. يعني والدينا راه ما كانوش يديروا هكا، دابا عالم بسرعه والوقت غدا وتجري، انا الوالده ديالي تدق شرموله، يعني قزبر فلفله حاره تكون حمراء وثومه، يعني تدقها مزيان في المهرز، راه ماشي مولينكس. ملي تدقها وتسالي تزيد لها شويه ديال التحميره، هنا غادي نخلطو هادشي ديالنا وشويه ديال الكمون والملحه باش دقاتها، وتتعمرها في القرعه وديري بها سيمانه ولا جوج ما تيوقع لها حتى حاجه. دابا هاد عالم السرعه، صافي كلشي ولينا
هنا صافي كنخلطوا كلشي ديالنا. ما غاديش ندير هذا دابا الزيت حتى نشحرها واحد الشويه وعاد نزيد لها الزيت. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديالي. ولتذكير انا راه ما تنديرش مطيشه ني مطيشه حبوب ولا مطيشه ديال مركزه. هذه سبحان الله التقليه ديال العيد. تجي خاطره راسها يعني بلا مطيشه بلا حتى حاجه. هنا بعد ما تقلات لي الطاوه غادي نزيد لها واحد شويه الزيت غير شويه لانكم راكم تتعرفوا بان التقليه فيها الدهنيات بزاف يعني واحد شويه صافي. وغادي نسد عليها الكوكوط حتى طيب. وبقاو معايا حتى طيب ونوريكم كيف جات. بعد ما طابت التقليه ديالنا دابا غادي نغرفوها. شوفوا المريقه ديالها كي دايره خاسره يعني بلا مطيشه بلا حتى حاجه. تناخذوا المقص وتنقطعوا هاد المسرس هكا طريفه صغار. ما تقطعوهمش يعني قبل ما يطيبوا حيت الا قطعتهم راه غادي تحل لكم العقده. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التقليه ديالي بنينه تجي روعه هكا يعني بهذه الطريقه هذه. الا عجبتكم طريقتي جربوها وردوا عليا الخبر. يعني تجي روعه راه ما تحتاج لا مطيشه لا مطيشه يعني حبوب ولا مطيشه. ثم نقربها لكم وما تنديرش فيها حتى البصله. وكل واحد انا قلت لكم في بدايه الفيديو قلت لكم كل واحد وطريقه الطهي ديالو كل واحد ويعني والعدد ديالو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.